السلام عليكم. اليوم نعرفكم على مصنع لإنتاج السكر أو لتكرير السكر اللي يقع في بلدية 14 بولاية بومرداس، واللي كان يعني ينتمي إلى صاحبه مستثمر من الخواص، لكن المستثمرين هذو كما نعلم من فترة تاع العصابة يعني الاستثمار هذا تشوبه عدة مخالفات قانونية، لأن تم مصادرة هذا المشروع تاع المصنع تاع تكرير السكر. إذن هو تكليف مجمع عمومي جزائري بالوصاية عليه واستكماله ليدخل في منظومة الإنتاجية الوطنية. إذن وتم إذن وضعه تحت وصاية شركة العمومية أو المجمع العمومي هولدينج بيبليك، هولدينج بيبليك مجمع مدار إذن الذي سوف يسير هذا المشروع، كما أنه فيه كثير من المشاريع أخرى كمشروع أو زيت المائدة في ولاية جيجل اللي كان لأصحابه كونيناف، ثم تم تسليمه إلى المجمع العمومي مدار لإتمامه. إذن فالمشروع هذا تصل نسبة الأشغال به إلى يومنا هذا حوالي 75%، إن شاء الله يتم الانتهاء منه وتسليمه اللي سوف يشغل 1200 عامل، يعني أكبر، هو يعتبر أكبر مشروع لإنتاج السكر في الجزائر. وهذه إضافة إن شاء الله تكون في فائدة الاقتصاد الوطني. والسلام عليكم.